مع انطلاقة الشوط السابع أيضا والمخصصة للجعدان محليات الأصايل من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ننطلق مع هذه الشعارات شعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة هنا أيضا لمسافة 8 كيلومترات المنظمة من اللجنة العليا لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ننطلق نسير دائما مع الاندفاع، نسير دائما هنا مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول. في هذه اللحظات يتقدم شاهين لهجن الرياسة، وهناك أيضا أحمد بن مايد الخيلي يتواصل في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. أنتقل نقلة مباشرة على المركز الثاني، أتابع هناك شاهين سمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث صوغان، هناك ايضا من يتواجد مع المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم عبد الله بن سالم المسافري في عمليه التضمير والتدريب. المركز الرابع اللي قادم في هذه اللحظات ويتسلل من مركز تلو مركز، هناك ايضا الوصول من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عمليه التضمير، بينما اللي قادم مصيحان سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وهناك سلطان سيف المقبالي، ولكن يتسلل هناك ايضا هوجاس لهجن الرياسة وايضا عملية التضمير والتدريب. مبارك بن احمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. شوفوا اللي قادم، هناك ايضا أثير، هناك أيضا يتواجد لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هناك أيضا في هذا الانطلاق عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. هناك أيضا الوصول مع انطلاقة شاهين، تحديات شاهين والإثارة أيضا الذي يحمل هذا الشعار مؤسسة هجن الرياسة. هناك أيضا تنطلق مع هذا الشعار، وأيضا أحمد بن مايد الخيلي يتواصل الفيلسوف في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أتابع المركز الثاني، أتابع صوغان، هناك أيضا من يسوق كلمات الناموس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري، ولكن أثير هناك أيضا بدأ يتسلل في هذه اللحظات لهجن الرياسة وأيضا ظافر المضمرين من يتواصل في عملية التضمير والتدريب، بينما اللي قادم مع المركز الرابع. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، هناك أيضا هجاس لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة مع المركز الرابع. هكذا التحدي والإثارة هناك أيضا في هذا الموقع، عودة إلى صدارة هذا الشوط، عودة مع التحدي، عودة مع الإثارة، عودة مع المركز الأول. هناك شاهين، أداء شاهيني بالفعل. هناك أيضا هجن الرياسة، أحمد بن مايد الخيلي يتواجد ويندفع مع انطلاقة شاهين عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث. المركز الثاني، أثير بدأ يتقدم، بدأ يتسلل على المركز الثاني. هناك أيضا لهجن الرياسة ويضمره علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثالث، الله يهو جاس يتواصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك مبارك من أحمد بن مايد الخيلي هنا مميز في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة. ما إن شاء الله شعار هجن الرياسة، ولكن الفطاحلة المضمرين يختلفون هنا أيضا أعزائي المشاهدين، بينما اللي قادم مع المركز الرابع، اللي قادم صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري، هنا وصل أبو سالم في عملية التضمير والتدريب، بينما اللي قادم شاهين سمو الشيخ سيب خليفة بن سيف هنهيان وسعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي هناك ايضا في عملية التضمير والتدريب. هكذا التحدي، هكذا الإثارة هنا، وهكذا الصراع والنزاع نحو ايضا مقدمة هذا الشوط. شاهين هناك ايضا
سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا أيضا الست المراكز الأولى عودة إلى صدارة، عودة مع المركز الأول هناك أيضا وتحديات هذا الشوط. يا سلام، شاهين ما زال على الصدارة، شاهين ما زال على مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الأخيلي هناك في عملية التضمير، ولكن المركز الثاني أتابع اللي متسلل في هذه اللحظات. يا سلام، هوجاس هناك أيضا بدأ يتسلل على المركز الثاني وأيضا لهجن الرئاسة، ومبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي هناك المميز دائما يحضر مع التميز الجميل على صدارة هذا الشوط، بينما هناك كثير لهجن الرئاسة وأيضا ظافر المضمرين في عملية التضمير والتدريب، بينما اللي قادم شاهين أيضا سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. وماذا جديدك يا سعيد بن مبارك بن سالم آل وهيبي في هذا الانطلاق وفي هذا المسار على المركز الرابع؟ أتابع المركز الخامس، أتابع هناك أيضا شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغازمي وسهيل بن سالم العامري هناك أيضا في عملية التضمير والتدريب. سوقان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوب عبد الله بن سالم المسافري في عملية تضميره هناك، وهذا الأداء واللي تابعه هنا أيضا في هذا الشوط. هكذا التحدي، هكذا الإثارة يا أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، صدارة هذا الشوط. ما زال شاهين هناك أيضا على الصدارة مع المقدمة، ما زال هناك أيضا يقدم هذا العرض الجميل ويقدم لنا شعار هجن الرئاسة. هناك أيضا أحمد بن مايد الأخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار ولهذا العرض الجميل. الله يا الفيلسوف هناك أيضا يتواجد هنا ودائما دائما يحضر مع الأمتار الأخيرة هناك أيضا ليقدم لنا هذا الشعار، يقدم كل ما لديه هنا أيضا من مفاجآت جميلة ومميزة دائما. المركز الثاني هناك أيضا هوجاس يتواجد بشعار هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث أتابع هناك الوصول هناك من شاهين سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم آل وهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار، بينما اللي قادم في هذه اللحظات هناك كثير لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب، وهناك شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. عودة إلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، جسر العبور هناك أيضا وأول العابرين، أول المنطلقين، أول المتسللين مع هذا الجسر هنا. يا سلام، شاهين أداء شاهيني بالفعل، شعاري هجن الرئاسة أحمد بن مايد الأخيلي فلله درك هناك أيضا على هذا الحضور الجميل. يا سلام، أحمد بن مايد الأخيلي في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة هنا لهذا الشعار. المركز الثاني وصل هناك أيضا، وصل هوجاس لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي، ولكن أثير له رأي آخر يبغي له مراقبة يا أخواني على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي. الله يا ابو سعيد، يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار، بينما اللي قادم مع المركز الرابع اتابع شاهين هناك ايضا سمو الشيخ سيب خليفة بن سيف هي سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي هناك ايضا من يتواجد على المركز الرابع. خلوني مع الصدارة هنا، خلوني مع هذا الاندفاع الجميل هنا مع الصراع على صدارة هذا الشوط. يا سلام، شاهين ما زال على الصدارة، شاهين ما زال على المقدمة. بقول من لديه زوج فليتقدم مع أداء شاهين مع الصراع هناك أيضا والتسلل الجميل والمميز. الله لهجن الرئاسة أحمد بن مايد آل خيلي هناك أيضا يتواجد في عملية تضميره. المركز الثاني أثير هناك أيضا المملوك لهذا الشعار، الشعار هجن الرئاسة، مؤسسة عملاقة هناك جميلة لاختطاف الرموز والذهب علي بن
بنمير الوهيبي هناك أيضا يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة في هذا الشوط. بينما اللي قادم مع المركز الثالث، تحرك الجميع هنا في هذا الشوط مع المركز الثالث. هناك الوصول من هوجاس لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الرابع هناك الشاهين سمو الشيخ سيب خليفة بن سيف نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي، تحرك صوغان سمو الشيخ أيضا حمدان بن محمد بن راشد المكتوب عبد الله بن سالم المسافري، ولكن شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن أحمد الغاسمي وسهيل بن سالم العامري. هنا هكذا أيضا التواصل الجميل، عودة إلى الصدارة، عودة مع التحدي، عودة مع الإثارة هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. يا سلام المنعطف الأخير، منعطف الحقيقة هناك أيضا يتواجد دا شاهين على صدارة هذا الشوط. والمركز الثاني أثير هناك أيضا من الجانب الأيسر يتواصل أثير لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي. هنا خلاص الكيلو، الكيلو اللي ما بعد كيلو إلا الناموس هناك أيضا. بدينا مع الأمتار المجنونة هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول، شاهين هناك أيضا يتواجد على الصدارة مع المركز الأول. هناك الهجن الرئاسة مع الفيلسوف المركز الثاني. أتابع أثير، أتابع أثير التحديات والإثارة. بدأ الرقص هنا، بدأت هناك أيضا جولة الأوامر النهائية هنا على المركز الأول أثير لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا. فركز يا الظافر. بينما المركز الثالث أتابع شاهين سمو الشيخ سيب خليفة بن سيف آل نهيان يقول هذا جديد سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الخمسمية متر الأخيرة. جولة الأوامر هنا، حرك اللي يبغي حرك وروح اللي بتروح وطالع اللي بتطالع. هنا صدارة هذا الشوط. يا سلام شاهين هناك أيضا بدأ ينفرد على الصدارة، شاهين مع الصدارة، شاهين مع المقدمة. هناك رجل الأمتار النهائية هنا يتواجد الفيلسوف، يتواجد مع دا شاهين، يتواجد مع شعار هجن الرئاسة هنا. الله الله الله، سلام هناك لهجن الرئاسة هنا، سلام للمتابع هنا هذا الشعار وعاشقي هذا الشعار. فتهانينا والناموس هناك أيضا مع شاهين لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي المركز الثاني. يتواجد أثير لهجن الرئاسة وأيضا علي بن ميل الوهيبي المركز الثالث، أيضا شاهين سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي. والمركز الرابع كان من نصيب هجاس لهجن الرئاسة مبارك بن حمد مايد الخيلي في عمل التضمير. بينما المركز الخامس صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا أيضا أعزائي المشاهدين التواصل للخمس المراكز الأولى، وأيضا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على فوز شاهين، وأيضا تهانينا والناموس أيضا للسيد أحمد بن مايد الخيلي المضمر هناك أيضا وحاضر مع انطلاقة شاهين الذي يتواجد مع الأمتار الأخيرة لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. فتهانينا لهجن الرئاسة هناك أيضا على المركز الأول والمركز الثاني أيضا بنفس الشعار، ولكن يختلفون الفطاحلة دائما. هناك أيضا مع الأمتار الأخيرة 13 دقيقة 46 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا لأحمد بن مايد الخيلي المركز الثاني. كان من نصيب أثير لهجن الرئاسة وعلي بن يميل وهيبي قدم العرض الجميل مع المركز الثاني. والتوقيت الزمني للمركز الثاني المركز الثاني 13 دقيقة 47 8 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة فتهانينا والناموس أيضا للظافر. بينما المركز الثالث يتواصل شاهين أيضا سمو الشيخ سيب خليفة بن سيف نهيان وأيضا سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي أيضا في عملية تضمير 13 دقيقة 48 وفاء وتماما وكمالا. فتهانينا والناموس للجميع.